السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس هالة مدرسة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي بمدرسة ليدرز اللغات. النهاردة يا سنة تانية هنتكلم عن أسماء الإشارة. احنا قلنا أسماء الإشارة دي بستخدمها لما أكون عاوز أشاور على حاجة. قلنا أسماء الإشارة: هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث، هؤلاء لجمع العاقل. طيب جمع غير العاقل بستخدم له ايه؟ هذه. المثنى المذكر بستخدم له هذان، المثنى المؤنث بستخدم له هاتان. نركز هنا بقى مع بعض. عندي اول حاجة تلاميذ مجتهدون. تلاميذ دي سنة تانية يعني جمع بيفكر، يبقى نقول ايه؟ هؤلاء تلاميذ. طيب طفل صغير، طفل واحد يبقى هذا طفل. بنتان، بنتان يا سنة تانية يعني مثنى، مثنى مؤنث بستخدم هاتان. طفلة صغيرة، هذه طفلة. شابان يجيدان السباحة، شابان يعني ولدان يعني مثنى مذكر، يبقى هذان. أشجار عالية، هنا بقى سنة تانية جمع، بس جمع مش بيفكر، جمع غير عاقل. الأشجار دي بتفكر؟ لا مش بتفكر. جمع غير العاقل بستخدم له هذه، يبقى هذه أشجار. نركز بقى في اللي بعديه. باب مغلق، هذا باب. معلمتان، مثنى مؤنث، يبقى هاتان معلمتان. حقيبة كبيرة، حقيبة هذه حقيبة. معلمون ده جمع بيفكر، جمع اللي بيفكر بياخد ايه سنة تانية؟ هؤلاء، هؤلاء معلمون. بيتان كبيرون، بيتان ده كده مثنى مذكر، يبقى هذان بيتان. طيب اللي بعديها، الطفل يحلم بالحرية، الطفل يبقى هذا الطفل. طائران حبيسان في القفص، يبقى هذان طائران. شاعرتان، شاعرتان دي سنة تانية يعني مثنى مؤنث، يبقى هاتان. أبطال المقاومة، أبطال يعني جمع، جمع بيفكر، يبقى هؤلاء أبطال. المعلمون مخلصون، هؤلاء المعلمون. السؤال اللي بعديه، عاوزني أختار اسم الإشارة المناسب. أول حاجة عندي ممرضتان، ممرضتان سنة تانية ده كده مثنى. احنا قلنا علامات المثنى ان يكون آخره ألف ونون، ده كده المثنى المذكر. المثنى المؤنث بيكون آخره تاء وألف ونون. هنا ممرضتان يبقى هاتان. لاعبون في ملعب كرة القدم، يبقى هؤلاء. اللي بعديها، فتاتان مثنى مؤنث، يبقى هاتان. تلميذ مجتهد، هذا تلميذ مجتهد. السؤال اللي بعديه، عاوزني اصحح الخطأ. هذه لاعب قوي، هنا لاعب قوي دي سنة تانية مفرد مذكر. مفرد المذكر بياخد هذا ولا هذه؟ طبعا بياخد هذا، يبقى هذه دي غلط. هؤلاء كتابان، كتابان هنا سنة تانية مثنى مذكر، مثنى المذكر بياخد ايه؟ هذين. اتكلمنا النهاردة سنة تانية عن أسماء الإشارة، وقلنا أسماء الإشارة دي بستخدمها لما أكون عاوز أشاور على حاجة. عاوز أشاور على مفرد مذكر أستخدم هذا، زي لما أقول هذا قلم. هذه المفرد المؤنث، زي لما أقول هذه بنت، هذه معلمة، هذه تلميذة. هؤلاء لجمع العقل، زي لما أقول هؤلاء تلاميذ. هذان للمثنى المذكر، هذان ولدان. هاتان للمثنى المؤنث، هاتان بنتان.
جمع غير العاقل بستخدم له هذه، زي لما اقول هذه اشجار، هذه فصول، هذه كتب. كده خلصنا اسماء الاشاره. شكرا لكم يا سنه تانية.